الجيش التركي يبدأ باستخدام صاروخ يرعب اليونان، مدمر شامل. في خطوة مفاجئة، أعلنت وزارة الدفاع التركية دمج صاروخ أتمجة محلي الصنع الذي أنتجته شركة روكيتسان والملقب بقاتل حاملات الطائرات في جميع المنصات والبوارج الحربية. وجاء في البيان الصادر عن قيادة القوات البحرية أن الصاروخ المطور محلياً بالكامل دخل حيز الإنتاج الضخم وبدأ استخدامه هذا العام، وخلال فترة وجيزة سيكون ضمن منظومة كل السفن الحربية بلا استثناء. وتشير التقديرات إلى أن صواريخ هاربون الأمريكية المضادة للسفن والمستخدمة حالياً ستستخدم فقط في الأنشطة التدريبية. من الجدير ذكره أيضاً أن أول منصة تم استخدام أتمجة عليها كانت البارجة ميل جيم على كلاس كوبرت من طراز F514، كما سيجري تركيبه على البارجة بورغاز أدا F513، وبيوك أدا F512، وهيبلي أدا F511، وفرقاطة باربروس. والمفاجأة أن صواريخ أتمجة أكثر تقدماً من نظيرتها الأمريكية هاربون، حيث يزيد مداها عن 220 كيلومتراً، في حين أن مدى هاربون 140 كيلومتراً فقط. وأتمجة مزود برأس البحث عن الرادار النشط وقادر على إصابة الأهداف الثابتة والمتحركة في البحر، ويجري تصنيع نسخة برية منها أيضاً من قبل روكيتسان. وبالنسبة لمميزات الصاروخ التركي، يمكن القول إنه لا يمكن اكتشافه إلا على بعد 18 إلى 20 كيلومتراً، واستناداً إلى سرعته التي تفوق سرعة الصوت، فإن هذا لا يمنح السفينة المستهدفة الوقت الكافي لاتخاذ إجراءات الهروب من أي غارة.